بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحضر للتضامن في هذه الوقفة احتجاجية سليمة على المسؤولين بجميع أصنافهم بصفتي ككاتب جهوي الفضاء المغربي للمهنيين لجهة فاس مكناس. أتضامن معهم من كل قلبي، لأني كمهني أحس بما يحسون وأعاني مما يعانون هاد الناس منذ مدة طويلة هما يأنون في صمت، لكن صوتهم لم يصل حتى وصل السيل الزوبة. تنتمنوا إن شاء الله هاد الرسالة وهذا الميساج يوصل للمسؤولين على صعيد البرلمان وعلى صعيد الوزارة وعلى صعيد الإدارات المحلية والجهوية، تفاعلا مع الخطابات السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس لكي يوصي ديما على تفعيل الدور ديال الإدارة والتعامل مع المواطنين. وللأسف هذا لم يجده المهني، وما يجد المهني داخل الإدارات إلا التعسفات وإلا التحقير وغير ذلك. هذا رسالة إلى جميع المسؤولين، وتنتمنى إن شاء الله هذه الرسالة توصل لجميع المسؤولين وتحل الإشكالات، ومنهم هذا الشيء ديال الحجز ديال السلع ديال الإخوان ديالنا في المدينة العتيقة ولا في مدينة فاس، ولا المراجعات الضريبية الضخمة ولا عدة أمور أخرى لا داعي لذكرها كلها دابا حالا، ولكن من بعد إن شاء الله نحاولوا نتوسعوا في هذا الأمر. المهم الرسالة ديالنا إن شاء الله كنتمنى توصل للمسؤولين.